نشكر اللجنة المنظمة. احنا حقيقة نحرص دائما في كل البطولات الرمضانية خاصة اللي تقام هنا في نادي العين. فوجه الشكر للشيخ سيد منطحنون على إقامة هذه الدورات وإثراءها واستغلال طاقات الشباب خاصة في هذا الشهر الفضيل. اثنين، أشكر اللجنة المنظمة حقيقة صراحة بأمانة، يعني تنظيم على أعلى مستوى، التنظيم رائع جدا. أيضا البطولة ما شاء الله شهدت يمكن فرق من إيران، من باكستان، من الهند، من عندنا من سلطنة عمان، من الإمارات. صراحة بطولة استفدنا منها بكل مقاييس، فنيا وتنظيميا ما شاء الله تبارك الرحمن. نشكر معالي الدكتور سيد بن طحنون على هذه الاستضافة. ما شاء الله كانت البطولة تنظيم ممتاز ما شاء الله، والحمد لله حصلنا على المركز الثالث. مشاهدين قناة باب الرياضية، الآن ستنطلق منافسات النهائي. تعالوا خلونا نتابع تفاصيل هذا النهائي الجميل. اول شيء في البدايه نحن نرحب فيكم اليوم ونهني الفايزين في مسابقه الطائره اليوم ونقول هارد لك لفريق الزعيم. للامانه كانت مباراه جدا مثيره وجدا حماسيه، كان المستوى الفني فيها رائع جدا، كما تقدم بالشكر الجزيل للجنه القائمه على المسابقه هذه. نحن اليوم اختتمنا مسابقه الطائره اللي هي المسابقه اللي كانت افتتاح البطوله هذه. من غدا ان شاء الله ستنطلق مسابقه كره القدم وكذلك كره قدم سيد كره اليد السيدات. نتمنى فيها التوفيق للجميع المشاركين. للأمانة المسابقات اللي مثل هذه اليوم لها دور كبير جدا في تحفيز المجتمع، في توعية المشاركين، في نشر روح التنافس، وكذلك ارتباط البطولة هذه بمسمى التسامح اللي اليوم نحن من خلال الجنسيات والجاليات المتعددة اللي مشاركة نحاول أن ننشر ونحقق مخرجات التسامح من خلال البطولة هذه. نفس ما قلت في البداية، نحن نهني الفائز بالمركز الأول فريق بالمارت، والصراحه فريق مستوى الفني عالي جدا، ونقول هارد لك لفريق الزعيم. اليوم اكتشاف المواهب من خلال المسابقات هذه، او حتى من جانب اخر اللي هو المواهب نفسهم يتحفزون ويتشجعون انهم يشاركون وينافسون الاخرين من خلال المسابقات هذه. للامانه توسيع رقعه المسابقات، زياده عدد المشاركين في المسابقات، في النهايه راح تنتج لك لعيبه انت تبحث عنهم على اساس انهم يخدمون رياضه الامارات. اليوم في مسابقه الرمايه في مخرج مهم جدا، جميع المشاركين في مسابقة الرماية، الرماية من المسابقات اللي أنت تحتاج تسليط الضوء عليها، عمل ترويج لها، تسويق المسابقة، نشرها في داخل المجتمع على أساس تزيد عدد المشاركين. البطولات اللي مثل هذه اليوم قاعدة تحقق المخرج هذا اللي نحن من خلاله ممكن أن نستقطب رماة على مستوى عالي جدا، ممكن أنهم يمثلون رماية الإمارات في المحافل الدولية. بلا شك لا يمكن أنك تفصل المسابقات اللي مثل هذه عن المخرج الرئيسي اللي هو اكتشاف المواهب اللي ممكن أن تمثل رياضة الإمارات. نعم مشاهدينا الكرام، هذه كانت تفاصيل اليوم الختامي لمنافسات كرة الطائرة في بطولة التسامح الرياضية. كان معكم محمد الظاهري لقناة أبو ظبي الرياضية من مدينة العين.